الوسط الفني معروف إنه مليان صراعات، وطبعاً السبب الرئيسي في ده الشهرة والنجومية اللي بتخلق المنافسة. لكن في مثل شعبي بيقول الجار قبل الدار، لكن هل الفنانين بيطبقوه في حياتهم؟ كتير منهم بيتعرضوا لمشاكل مع جيرانهم، بعضها ممكن يكون بسيط وينتهي في وقته، إنما في مشاكل بتتطور لسباب وخناقات وبتوصل للمحكمة. أما لو الجيران كانوا مشاهير زي بعض فأكيد هتبقى مشكلة كبيرة وتاخد اهتمام أكبر على السوشيال ميديا، زي ما حصل كده بين ياسمين عبد العزيز وهشام سليم الله يرحمه. من الخناقات اللي حصلت بين النجوم ومحدش يعرفها كتير خناقة الفنانة شيرين عبد الوهاب مع الفنان شريف منير لما كانت متجوزة الملحن محمد مصطفى وقاعدة في المقطم. والمشكلة إن الخناقة حصلت على باب العمارة ووصلت لاسم الشرطة. الخناقة بدأت بشكوى من شريف منير بتضرره من سقوط مية بشكل مستمر من أجهزة التكييف الخاصة بشيرين على البلكونة الخاصة بيه، بالإضافة لسقوط قطع رخام على شقته كانت هتصيب بنت من بناته. شريف وقتها قال إنه أكتر من مرة بينبه على شيرين تاخد بالها وتنبه على الشغالين بتوعها يخلوا بالهم، لكن لما قابلها على باب العمارة عاتبها بشكل مباشر وهي أهنته ووجهت لي ألفاظ غير لائقة في مفاجأة لي. بيقول إن الحوار ده كان قدام بواب العمارة والسكان، ووقتها الناس اتفاجئت بألفاظ شيرين غير اللائقة، ودي اللي خلته يعمل محضر ضدها في الشرطة. وكانت المفاجأة بعد ما حرر المحضر إن شيرين راحت الجنينة بتاعته وقامت بتحطيم كشك الحراسة الخاص بيه، فاضطر شريف لتحرير محضر تاني بالتهجم عليه وتكسير الكشك. الواقعة دي تحولت لقضية كبيرة واتحكم فيها على شيرين بالسجن 6 شهور. شريف منير كان كشف عن تفاصيل تانية في خناقته مع شيرين لما جات له رسالة منها قالت له فيها كانت جيرة منيلة وكان يوم أسود لما سكنت في مكان انت ساكن فيه، لكن شريف ما ردش عليها إلا برسالة قال لها ماشي يا مؤدبة، فبعتت له رسالة تانية قالت له فيها غصب عنك يا رخم يا فاضي لو طلعت عندي وربنا الأكسر رجلك. شريف وقتها قال هو ما يعرفش تقصد إيه بكلمة فاضي، ولو كانت تقصد شغله فهو بيرفض شغل كتير بيتعرض عليه، وإن كانت تقصد أفكاره فهو مستعد يناقشها في أفكارها علشان الناس تعرف خلفيتها الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. شريف قال كمان إن شيرين ما كانتش بتروح شقة المقطم كتير لأنها مملوكة لجوزها محمد مصطفى، وده قبل ما تنفصل عنه، لكنه اتفاجئ إن الشقة تحولت لمكتب، واتفاجئ كمان بحاجات بتترمي من شقتها على بلكونة بيته.